شو هي توقعات الفلك لمواليد الأسد لشهر تموز جولاي من عام 2019؟ جملة حلوة ببداية هالشهر: ما أجمل أن تجد قلبا يحبك دون أن يطالبك بأي شيء سوى أن تكون بخير. كوكب مارس بده يتناغم مع كوكب ميركور حتى اثنيناتهم يبعثوا بنفسك هالشهر الحماسي والثقة والتفاؤل. واحد ببرج ناري هو الحمل، والثاني من أواخر الشهر الماضي ببرجك عزيزي الأسد. هالمشهد حلو وبيحملك للتصرف بحرية مطلقة واندفاع قل نظيره، والسفر ربما أو فتح أبواب كانت مغلقة، والبحث بمشروع مستقبلي هلأ أنت عم توضع أسسه. بتكون الأجواء جيدة لتاريخ 20، في حين أن الوضع العاطفي بيصير أكثر شغف ورونق بآخر 3 أيام. بتحمل لك الكواكب هالشهر مفاجآت وأوقات تسلية وعمل بمجال إبداعي وفني، بس بيحتاج لكثير من الموهبة للنجاح. الأفلاك بتعزز مخيلتك، حتى تبادر لإنجاز إبداعي يلاقي الإعجاب والتقدير. هلا إذا أنت عم تشتغل بمجال ثقافي أو إعلامي أو أدبي أو موسيقي، تسمع التصفيق يا عزيزي الأسد، وخاصة أنه أنت بتحب تسمع التصفيق، خاصة إذا تكلمت قدام الناس والجماهير وعبرت عن أحلامك وقدمت مشروعك. ميركور بيصوب الأهداف، بيدلك على الطريق اللي لازم أنك تتبعه لبلورة الأفكار ووضع موضع التنفيذ. كمان بينصحك بالمجال المالي إذا كنت عم بتعد ملف بيتعلق باستثمار أو تمويل أو بفك عقدة مصرفية عانيت منها بالسابق. يمكن تطرأ ظروف غير متوقعة تخليك تبدل بعض الاتجاهات أو تعدلها، أو يمكن تخليك تسافر فجأة سعياً وراء هدف بتعول عليه جداً جداً، أو يمكن منصب يشغل منصب فبتلاقي نفسك مهيئ لملء الفراغ رغم عوامل الكسوف والخسوف وتراجع بعض الكواكب. انت هالامور بتكون لمصلحتك، يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. بتسرع الخطى وبتستفيد جدا من بطء الاخرين او من نمط جامد من اجل اثبات ذاتك. اما تأثير الكسوف فبيتجلى بتغيير بصورتك ومظهرك أو حتى بديكور منزلك، كأنك عم تسعى إلى تغيير، إلى إتمام شيء جديد. وبيشير أيضاً لضرورة الاعتناء بأحد الوالدين أو أحد المسنين في العائلة. إذا عندك حدا مريض بالعائلة وكتير مريض، فيمكن تشهد على رحيله بهالشهر للأسف. في قول يعني ما مأثور بيقول: عند الكسوف والخسوف يغيب عالم أو ظالم. تتمتع بصحة جيدة وبإشراق قل نظيره. بالوقت نفسه بيزودك الفلك بصبر على أي عرقلة يمكن تطرأ أو أي تأجيل يمكن يكون محتمل. أنت صدرك رحب جدا بهالشهر ومرتاح لسير الأمور ومجرى الأشياء، وما رح تكون متردد قدام بعض القرارات يلي رح تفرض نفسها. الحب كمان بيعرف آفاق حلوة وأحلام بتتجسد، وهالشي منذ الأسبوع الأول، لأن رح يتم لقاء على مستوى طموحك. فتناغم كوكبين هني مارس وجوبيتر بمعظم أيام هالشهر بيزيدوا من سحرك ومن فرص الاستمتاع بعلاقات عاطفية واعدة ومغامرات يمكن تجتاز الحدود، ومن صدف غير اعتيادية تشعرك قديش انت محبوب ومرغوب. ببرهن لك الحبيب عن حرصه وتعلقه فيك، ويمكن تتأثر جدا بأحد المقربين اللي بيعمل شيء بيدلك على محبة مجانية ما طالب شيء بالمقابل. آخر 3 أيام تذكر في مفاجأة سعيدة لمعظم مواليد الأسد، وإن شاء الله يكون للجميع.
آخر 3 أيام في أمور جيدة يمكن تحصل وتقلب بعض المقاييس وتخليك تفرح جدا ويمكن تزلغط.